السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. مأرب تشهد عرضا عسكريا مهيبا في العيد الوطني 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. حملات قمع حوثية واسعة ضد مواطنين على خلفية احتفالاتهم بذكرى الثورة السبتمبرية المجيدة. أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم. شهدت محافظة مأرب اليوم عرضا عسكريا هو الأول والأكبر من نوعه منذ انطلاق الحرب عقب انقلاب الميليشيا الحوثية عام 2014. وشهد العرض العسكري لقوات الجيش الوطني الكشف عن أسلحة حديثة ومتنوعة لأول مرة، من بينها صواريخ متطورة وطائرات مسيرة، كما أظهرت القوى البشرية الكبيرة والمدربة التي يمتلكها الجيش الوطني ومدى الجاهزية والاستعداد لحسم المعركة عسكريا في حال استمرت ميليشيا الحوثي في عدوانها ورفضها لجهود السلام. يأتي هذا العرض الذي شهده عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة بالتزامن مع احتفالات اليمن باليوم الوطني 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. ولجيشنا الوطني الذين يقفون في هذا الميدان هاماتهم مرفوعة إلى السماء وأعينهم طاهرة على حماية المكاسب والمنجزات. صبح تنفس بالضياء وأشرق، وحماة ثورتنا هم هنا، هم فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا. أيها الجنود البواسل في ميادين الشرف والفداء، تحية لكم في هذا الصباح السبتمبري، تحية لكم. وأنتم تقفون هذا الموقف المهاب تضيفون إلى أسفار النضال صحيفة من صحائف المجد لتبقى ضياء في طريق الأوفياء ونشيدا في قلوب الشرفاء. تحية لكم احتفاء بالذكرى 60 لثورة 26 سبتمبر أيلول. هذه الثورة التي أعادت لليمن عبق الصبئيين والتبابعة ورتبات الأنصار الفاتحين، وأثبتت أن الإنسان اليمني الذي قهر بعزيمته شماريخ الجبال سيظل قادرا على قهر ما تبقى من جبال الظلم وتلال الامتهان ولو بعد حين. لا يأس تدركه بنادقنا ولا أمل الانكسار. وغدا يكون الانتصار، وغدا يكون الانتصار. أيها الأبطال المغاوير، أنتم عيون الوطن الساهرة ودماء اليمن الطائرة. هم يولدون من الدمار ومن دوي البندقية. أوقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي مساء أمس في محافظة مأرب الشعلة الأم للعيد الوطني 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، إذانا بتدشين الاحتفالات في عموم محافظات الجمهورية وسط حضور رسمي وشعبي كبيرين يتقدمهم اللواء سلطان العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي. وعقب الإذن ببدء العرض الكشفي الشبابي الكرنفالي، قدمت الأفواج الكشفية من مختلف محافظات الجمهورية
العديد من اللوحات الفنية الوطنية وهم يحملون رايات الوطن ترفرف خفاقة فوق الهامات والرؤوس وتجسد إيمان الشعب اليمني بأهداف ثورة 26 من سبتمبر وتمسكهم بها على درب الأحرار. وكان الكشاف رأفت علي قد تلا وثيقة العهد المعمدة بالدم من منتسب الحركة الكشفية والشبابية ورفعوها إلى القيادة السياسية، جددوا فيها العهد أنهم سيظلوا جنودا مخلصين وحراسا أمناء للوطن والثورة والجمهورية، والوقوف صفا واحدا ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن من قوى التمرد والإرهاب، والسير بخطى ثابتة نحو الدولة الاتحادية الحديثة. شهدت تعز اليوم مهرجانا كرنفاليا كبيرا بمناسبة العيد الوطني 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيد. وشاركت في المهرجان عدد من مدارس المحافظة الذين شكلوا لوحات وطنية تعبيرا عن اعتزازهم بثورة 26 من سبتمبر. أكد المشاركون في المهرجان الكرنفالي أن العيد الوطني 61 يأتي وشعبنا ما يزال يقاوم مخلفات الإمامة من ميليشيا الإرهابي والكهنوت الحوثية الإمامية التي تحاول إعادة عجلة التاريخ إلى عهود الظلام والخرافة. شهدت مدينة السدة بمحافظة إب فعالية احتفائية بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة وسط قيود فرضتها ميليشيا الإرهاب الحوثي على المواطنين لمنع الاحتفاء. واحتشد الآلاف من المواطنين من مختلف قرى ومناطق مديرية السدة في مركز مدينة السدة حيث أقيمت فعالية فنية وخطابية بذكرى ثورة سبتمبر. وتأخذ الفعالية الاحتفائية طابعا خاصا كون القائد السبتمبري الشهيد علي عبد المغني ينتمي إلى المديرية. أشعل مواطنون شعلة الثورة في جبال العود بمديرية النادرة شرقي إب وأحيوا ذكرى الثورة على وقع الأغاني الوطنية. عشية ذكراها 61 أوقد الشيخ حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر شيخ مشايخ حاشد شعلة ثورة 26 من سبتمبر المجيدة في منزل المناضل الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر بالعاصمة صنعاء، بالتزامن مع رفع الأعلام الجمهورية وترديد الشعارات والأناشيد الوطنية. وشارك في فعالية إيقاد الشعلة عدد من الشخصيات الاجتماعية والقبلية وحشد من المواطنين ابتهاجا بهذه المناسبة العزيزة على قلوب اليمنيين وتأكيدا على التمسك بمكتسبات وأهداف الثورة السبتمبرية 6 الخالدة. ويأتي إيقاد شعلة الثورة في منزل الشيخ حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر كتقليد سنوي احتفاء بالثورة السبتمبرية المجيدة بوصفها علامة فارقة في تاريخ اليمن ونموذجا لبطولة دكت كهوف الظلام والعنصرية المقيتة وأعادت الاعتبار لقيم الحرية والعدالة والكرامة الوطنية والإنسانية. يذكر أن أسرة آل الأحمر تعد من أهم الأسر السبتمبرية التي ناهضت الحكم الإمامي السلالي البغيض وقدمت ولا تزال أغلى التضحيات من أجل الانتصار للثورة والجمهورية والوحدة. بالروح بالدم
بالروح بالدم نفديك يا إرمان، 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 بالروح بالدم نفديك يا إرمان. هدوء يسبق العاصفة. المسافة بين الألم والحلم ليست بأطول من شفرة سيف إن لم تقطعه قطعك. قضاء الله وليلة قدره يصوغان بيان الثورة في مساء الخميس، والخميس اسم جيش سبأ وحمير، ويوم صنعته يد الخوارق غرة في جبين الدهر ومهجة في خافق الكون. في الساعة الأولى قالت نجمة لأخرى: يا لها من ليلة الليلاء، قد تم ظلامها وحلولك غسقها، وكأن الفجر قد اقترب من سواد غياهبها المدلهمة. في الساعة الثانية كان ميدان التحرير بصنعاء ساهرا يفرق عينيه ويطرق أذنيه صدى من طيف ترددي لزلزلة قادمة. ما بين الساعتين كان دار البشائر يميد من جداره الغربي على وقع نذور الفاجعة: القيامة قائمة لا محالة، فانتظرها يا ابن نيرون هنيهة أو برهتين. في الساعة الثالثة انكسر قيد في يدي شاب بسجن حجة، لكن ما أصابع قدميه تحولت بقدرة قادر إلى سكاكين وأعيرة نارية. في نصف تلك الساعة تحديدا باض حمام السماء على وتد الأرض، وعاد فلاح قتيل إلى منزله الريفي المهجور بعد أن قتله الإمام الظالم النهم لأنه لم يستوف خراج محصوله الزراعي في سنة القحط. في الساعة الرابعة استيقظ شيخ أبيض العينين في إب، ابنه رهينة في قصر الطاغية: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. في الساعة الخامسة أحس آخر أنسال الطغمة السلالية الفاجرة بنفحة يحموم من ريح السموم تهب من وادي جهنم، ففتش عن عباءة بلون الليل وقفز من خلف الأسوار. في الساعة السادسة كانت مملكة الطغيان تهوي حجرا على حجر، وتتجارى أمام طلائع الجمهورية أشلاء الأبالسة العنصريين، وأفاق اليمنيون على فجر يوم صبي وجمهورية من قرح يقرح. في 26 سبتمبر عام 1962 سار اليمنيون ورؤوسهم في عنان السماء، وسقطت الحدبة من ظهور الجميع. أقامت السفارة والجالية اليمنية في برلين حفلا بمناسبة العيد الوطني 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة. وفي الحفل تحدث القائم بالأعمال بالإنابة لؤي الإرياني عن إنجازات ثورة 26 سبتمبر وانتشال اليمن من جحيم الإمامة والفقر والجوع والخوف، مؤكدا أن مواجهة تهديدات الفكر الإمامي الكهنوتي يجب أن يكون بالإيمان بالجمهورية والمواطنة المتساوية والعدالة. من جهة أكد رئيس الجالية اليمنية في برلين وبراندبرغ المهندس محمد الشليف عظمة ثورة سبتمبر وتضحيات الرعيل الأول من المناضلين الذين فجروا الثورة ضد الإمامة. وقال الشليف: يجب أن يدرك الجميع وخاصة الأجيال الجديدة المصاعب والتحديات التي واجهت رواد النضال في مسيرة الخلاص من الإمامة الكهنوتية. أوقد الحاضرون شعلة 26 سبتمبر كرمز لتخليد هذه الثورة وبقاء جذوتها حية في قلوب اليمنيين. احتفلت السفارة اليمنية في اليابان بمناسبة أعياد الثورة اليمنية 61 لثورة 26 سبتمبر الخالدة والذكرى 60 لثورة 14 أكتوبر المجيدة. وأكد سفير اليمن في طوكيو عادل السنيني على أهمية إحياء هذه المناسبة العظيمة والحفاظ على مبادئ وأهداف
ثورتي سبتمبر وأكتوبر التي تسكن وجدان اليمنيين. وقال السنيني: لقد كانت ثورة 26 من سبتمبر الأرضية الصلبة والخطوة الأولى للتحرر من حكم الأئمة، وتبعتها ثورة 14 من أكتوبر الخالدة للتحرر من الاستعمار. أوضح السنيني أن التحديات الجسيمة التي يمر بها الوطن تقتضي رص الصفوف وتوحيد الكلمة نحو استعادة الدولة ومؤسساتها والشروع في بناء اليمن الكبير. شنت ميليشيا الإرهاب الحوثية مساء أمس حملات قمع واسعة طالت مواطنين شاركوا في فعاليات الاحتفاء بالعيد 61 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. واستحدثت عناصر حوثية نقاطا في عدة مناطق في العاصمة المختطفة صنعاء، واعترضت سيارات المواطنين الذين يرفعون أعلاما وطنية وأجبرتهم على إنزالها تحت تهديد السلاح. إلى ذلك اختطفت عناصر الميليشيا الناشط على وسائل التواصل الاجتماعي فارس حرمل أثناء توثيقه لاحتفال المواطنين بالثورة السبتمبرية. واختطفت الميليشيا عددا من المشاركين في الاحتفاء بالثورة السبتمبرية المجيدة في ميدان التحرير بصنعاء ومنع آخرين من الوصول إلى الميدان. في خطوة تؤكد أنها من مخلفات الإمامة، منعت ميليشيا الحوثي المواطنين في محافظة ذمار من الاحتفال بالذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة. وقالت مصادر محلية إن شباب المحافظة كانوا في صدد التجهيز لفعاليات كبيرة احتفاء بذكرى ثورة 26 من سبتمبر قبل أن يتلقوا تعميما من سلطات الميليشيا الحوثية يقضي بإيقاف كل التجهيزات الجارية وحظر كل مظاهر الاحتفال بذكرى الثورة. وقال الناشط محمد العواضي إن ميليشيا الحوثي في محافظة ذمار منع تجهيزات إيقاد شعلة ثورة 26 من سبتمبر في ملعب النادي الأحمر كما جرت عليه العادة في السنين الماضية. وفي المقابل انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي حملات شبابية واسعة تدعو جميع اليمنيين إلى رفع الأعلام وإيقاد شعلة سبتمبر على أسطح المنازل وتصويرها ونشرها على أوسع نطاق ممكن. حين ظن سدنة الكهنوت الإمامي أنهم أحكموا القبضة على رقاب اليمنيين وإلى الأبد، كان الشعب اليمني على قدر مع الخلاص المهيب في 26 من سبتمبر عام 1962، فمزق حجب الظلام وقيود السجان وانطلق يبني غده على أسس الجمهورية والمواطنة المتساوية والعلاقة السوية بين الشعب والحاكم وفق عقد اجتماعي ينظم حركة الجميع. نتابع. بصوت مجلجل وتحرك مزلزل فاجأ ثوار اليمن الأئمة والسلاليين، فأظلم النهار في وجه الظالمين، وأشرقت أنوار 26 فأضاءت حياة اليمنيين. فليس يوم أشد على السلاليين الإماميين من 26، وليس يوم أحب إلى اليمنيين من اليوم ذاته، اليوم الذي يمثل عنوان الكرامة وشعار الحرية ومفتتح التاريخ الجديد لوطن لا يرسف في القيد ولا يعيش بعض أبنائه حياة العبيد. طلع فجر سبتمبر من مشرق التحرر من الاستبداد والاستعمار، وأشرقت شمسها بأنوار بناء جيش قوي لحماية الوطن والمكتسبات الوطنية التي حققها الثوار، وتوهج ضحاها بالعمل على رفع مستوى الشعب في جميع المجالات بهمة وتخطيط وإصرار، وأذن مؤذنها بأن حي على السعي لإنشاء مجتمع يتنفس الديمقراطية وينبض بإعادة تحقيق الوحدة الوطنية ويتعامل مع العالم بمبدأ الاحترام المستمد من الروح الإسلامية. ومن مجموع أهدافها الستة
تألقت سبتمبر لتمثل الهدف الذي عمل لأجله أحرار اليمن وعلماؤها ومفكروها، لتصبح ثمرة جهود الآباء الهدية الأعظم للأبناء، هدية الحياة التي يغدو التنازل عنها تنازلا عن إنسانية الإنسان. وذلك سر من أسرار صمود الأحفاد في وجه أحقاد الإمامة وميليشيا إيران، الميليشيا التي أضافت لكل كراهيتها لسبتمبر وحرصها على الانتقام منها حقدا خمينيا على العرب وأحقادا فارسية على مساواة الإسلام وعدالته. وما بين ورثة سبتمبر وورثة الحقد الأكبر تدور اليوم رحى معركة المصير، المعركة التي على أساسها سيتحدد مستقبل المنطقة كلها، لا مستقبل اليمن وحدها ولا مستقبل للمنطقة بعيدا عن أفكار العبودية للملال الخمينية، إلا بالانتصار لعدالة الإسلام وأهداف الثورة السبتمبرية اليمنية. أعلن العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوات الواجب المشاركة من مملكة البحرين الشقيقة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية صباح أمس الاثنين. وأدان العميد المالكي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية واس الهجوم الغادر من العناصر التابعة لميليشيا الحوثي، وقال إنه عمل عدائي غادر يأتي في سياق الأعمال العدائية التي جرت الشهر الماضي، ومنها استهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية. أوضح المالك أن مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل. أكد المالكي رفض قيادة القوات المشتركة للتحالف لهذه الاستفزازات المتكررة وتحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن الانتهاك الحوثي العدائي الغادر الذي أدى إلى استشهاد ضابط وفرد وإصابة عدد من قوة دفاع البحرين يتنافى مع الاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار التي أعلن عنها سابقا. أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تغريدة على صفحته بمنصة إكس إن هذا الاستهداف الغادر يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في أعمالها العدائية وعدم رغبتها في استقرار وأمن اليمن. أدانت الجمهورية اليمنية استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة هجومية مواقع القوات البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الجنود البحرينيين. وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن تضامن اليمن الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة جراء هذا الهجوم الإرهابي الغادر. وتقدمت الوزارة بخالص العزاء والمواساة لمملكة البحرين ولشعبها ولذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين. وصل وفد من الأمم المتحدة إلى مدينة تعز برئاسة السيد دييغو زوريلا نائب منسق الشؤون الإنسانية باليمن في أول زيارة من نوعها منذ اغتيال مؤيد حميدي قبل شهرين. وأعلن دييغو معاودة المساعدات والبرامج المستدامة التي تبنتها المنظمات الإغاثية الدولية في المحافظة. وصل إلى مدينة تعز اليوم السيد دييغو زوريلا نائب منسق الشؤون الإنسانية باليمن التابع للأمم المتحدة، يرأس فريقا من الموظفين الأمميين. ومع وصولهم إلى المدينة تثبت الأمم المتحدة أنها مع هذه المحافظة، وأن حادث اغتيال موفق حميدي تكشفت أنها مؤامرة تستهدف السكان والأمن الذي شهد الجميع على استقراره. نحن مستمرين في تقديم الرعاية اللازمة والخدمات اللازمة والمساعدات اللازمة من ضمنها الغذاء والماء والدواء، مستمرين في ذلك، مستمرين كذلك في نقاشاتنا مع السيد معالي المحافظ حول الإطار الاقتصادي ودعم الاقتصادات المحلية في محافظة تعز، ولكن في نفس الوقت نحن نتحدث مع السيد المحافظ
على الظروف المواتية لاستمرار تقديم الخدمات في محافظة تعز. مهما تعرضت تعز للوحشية وتسلل الإرهابيون إليها بهدف الإساءة لها والاتهامها بما ترفضه وتحاربه كما أثبتت خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تثبت بأنها عصية على الانكسار والسير بطريق الفوضى. اليوم نتكلم على أول زيارة لفريق من الأمم المتحدة يدخل إلى محافظة تعز ويضم مدينة التربة لمدة 3 أيام. هذه معناتها أنه قطعنا شوط كبير وأيضا التخفيف من التخوفات اللي كانت موجودة لديهم خاصة بعد حادث الاغتيال. زيارة نائب الممثل المقيم لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جيرسلي، هذا نائبه، تعتبر زيارة رفيعة المستوى لداخل محافظة تعز. أيضا في معنا مشروع من أهم المشاريع والذي تم اختيار محافظة تعز لتطبيق هذا المشروع كنموذج، كمحافظة نموذج، ومشروع الانتقال من الأعمال الطارئة والإغاثية إلى الأعمال المستدامة. هذا المشروع كما سمعتم أيضا من السيد ديجو مستمر. أعلن ضيوف تعز أنهم سيستأنفون صرف المساعدات وكل الأنشطة التي توقفت مؤقتا وعدم التخلي عن أكبر المدن اليمنية سكانا، فالظروف القاسية أكبر من يتأثر بها هم الأطفال والنساء وكبار السن بسبب توقف المساعدات الأممية التي عاد أمل عودتها اليوم. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سهيل.net وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.